السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، أتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. كنت نتمنى أنا بروحي ندير فيديو فيها إيجابيات، كنت نتمنى ندير فيديو فيها أخبار سارة. قال الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، ولا الناس اللي راهم مستكلفين بالفيدرالية، نائب الفيدرالية، ولا الناس اللي راهم مستكلفين كيما علي مالك لدراسة الملفات، يحترم قانون، يحترم أشياء يديروها في الموقع تاعهم، يعني كتواريخ. قال أنا نمد نتائج دراسة الملفات 29، أنا تاع 29. كنت نتمنى أكثر شفافية ربما فيما يخص مد النتائج. عبالكم رانا عايشين في لي رومور، رانا عايشين في قراءات، رانا عايشين في تزوير، رانا عايشين حرب. الناس تقول لك فلان ماش باغي يطلقها لان مانيش عارف واش، والفلان اللي باغي يديها تاني ماش باغي يطلق، بيرسون دو بولا لا شيغ، وحتى واحد ما ركز على تغيير المنظومة. وهذا اللي راكم شفت، راكم درت لكم فيديو نظن باللي كانت طويلة والشروحات ما كانتش معمقة، ولكن حقيقة تعمقت وقريت لي ديكري ريزيدونسيال دوك تاع الفاندو ديس ولا الفاندو ناف. يعني في الحقيقة ما يحدث منذ 27 أوت كله غير قانوني، كله غير قانوني. من يدرس ملفات غير قانوني، ومن يدفع الملفات غير قانوني، ومن سوف ينتخب بعد ربما قبول أو لا مترشح ما غير قانوني. طريقة اللي جازت منها وزارة الشباب والرياضة ماشي قانونية في الجريدة الرسمية، في الجريدة الرسمية في حالة شغور يوناجي اكستراوردينير، جمعية استثنائية، هما يختاروا في الجمعية شكون اللي غادي يستكلف بدراسة الملفات بالطعون إلى آخره. ليس على وزارة الشباب والرياضة تعيين فلان أو فلان. يعني باش ما ندخلش، يعني ماشي موضوع تاع الفيديو تاعي هو اللا قانونية المتمثلة في جميع ما يحدث الآن في الانتخابات، مع كاع اللي راه يدور بين في الانتخابات بالجريدة الرسمية كابتور دي كرون. دروك نقرا لكم مادة بمادة، وكل مادة تنطبق على الوضعية اللي رانا فيها. ميم لو كومول دو موندا، كومول دو موندا وزير رئيس كوميتي اولمبيك، يعني شغل منصبين في هيئة كيما نقول لك تنظم هيئة اللي تنظم فيدراليات. شايف وزير تاع الشباب والرياضة هو جاي هنا باش يطبق القوانين، يشوف الإصلاحات إلى آخره تاع الكوميتي أولمبيك اللي هو مستكلف بجميع الفيدراليات. هو أيضا جاي هنا باش يطبق القوانين والإصلاحات والجرائد الرسمية اللي تخرج قوانين الجرائد الرسمية. اللي كيطبق عليه القانون تاع الكوميل هو ايضا ما عندوش دروا لا باش يكون في منصبين ولا باش يعين اشخاص. الفريق الوطني الجزائري عنده تربص، تكلمنا على داك التربص، تكلمنا على اهمية التربص، تكلمنا على اهمية المباراتين رسمية وودية، ولكن كلاهما تحضيرية، تحضيرية على حساب واش شفنا حنا في المباريات اللي لعبهم ضد اوغندا وتونس. لعبنا بدو زيكيب ديفيرونت، فريقين مختلفين. الناخب الوطني جمال بالماضي راه يلعب على المكشوف، اذا راه يحوس يلعب بخطه اخرى، ولكن ما لقاش وسط الميدان، ما لقاش الجناح الايسر اللي ربما يخلف المستوى ويخلف
ظهور اللي كان يظهر به بليلي، مع العلم ان بليلي سنية في مولودية العاصمة، ولكن ما تقدش انت تتوقف على ويتوقف برنامجك ولا سياستك على لاعب ربما يمكن من شهرين 3 شهور ما يبقاش في مولودية العاصمة. الفريق الوطني كان الوجه تاعو اللي يمكن نشوفوه بعد لقاء السنغال تقريبا، ولا اللقاء الودي اللي موراه ضد فيفا الاخرى، يمكن تكون المناصر عنده فكرة على الفريق اللي غادي يخوض اولا الاقصائيات المؤهلة الى كأس العالم، ويمكن يدخل بها لكأس افريقيا. وكلنا رانا نعرفو، حنا رانا نستناو المدرب، وكاين ناس واحد اخرين ما يستناوش المدرب كيما حنا رانا نستناوه. حنا رانا نستناو ونتمناو باش ربما يلقى ديك الصيغة، يلقى باغي نعاودو نشوفو الفريق الوطني اللي شفناه 2019 2020 حتى تقريبا بداية 2021، ولكن الناس غادي تستناه باش يتبهدل مع السنغال، باش ما يحضرش في ظروف جيدة ضد تنزانيا، وباش بالك ما ينجحش في المباراتين الأولى وكأس إفريقيا خاصة، وذهب المدرب الفاشل اللي توشي 5 ملاير المقدس إلى آخره إلى آخره. يعني رانا كمناصرين ذات حلول ماشي وسطية، ذات حلول نظن ولا طلبات اللي تخرج الفريق الوطني ولا تخرج كرة القدم الجزائرية ولا تخرج الرياضية الجزائرية من البريكولاج من المهازل. الفريق الوطني ما غاديش يدير الطرابلس تاعو في سيدي موسى، لان ريسبونسابل تاع سيدي موسى اللي دار بيبليكاسيون في السيت تاع لا فيدراسيون، وكنت دافعت انا ماشي عليه، ولكن هاجمت تصريحات ضحف الدراجي تاع الغازون كاع تاع الجزائر، العشب الطبيعي كاع في الجزائر، فلطه تاع الفيدراليه. يعني مشاكل كاع اللي راهي تعيشها الجزائر سي فيدرالية، ولكن تكذب السيد تكذب. نظن ماشي غير العشب الطبيعي، راكم شفتوا الكومونيكي اللي يقول لك باللي العشب الطبيعي ما راش حاضر في 3 ملاعب تدريبية، ولكن نظن باللي يمكن الفريق الوطني يدير طرابلس في سيدي موسى، وكاين ملاعب محاذية العاصمة. فريق شلف لعب كأس إفريقيا في ملعب رويبة، يا سيدي روح ديريكتومون دير الروغروبمون تاعك في عنابة. خلاني ربما أنا ندير قراءة ربما تكون خاطئة ربما، ولكن هذا ربما رأيي باللي السبب اللي خلى الفريق الوطني يروح لتونس. نظن باللي ربما صرات أحداث وصرات أشياء عند تفقد ووصول الناخب الوطني للجزائر العاصمة، اللي خلته أولا يهرب بالفريق الوطني خارج الوطن، شيء غير طبيعي. غاديش نقول لكم أنا هذا شيء طبيعي، وما غاديش هنا ربما نلقى عذر لأي شخص، ولكن الرياليتي سي كو الجزائر اللي بنات الملاعب، والجزائر اللي راهي تحضر الكؤوس إفريقيا باش تحتضن كؤوس إفريقيا، اللي احتضنت عدة أشياء، كلما يكون عندنا مواعيد هامة يصراو هاد المشاكل. هذه يخليك ربما تتساءل وما تتهمش، بصح تتساءل تقول أنا هل هاد الشيء مقصود؟ هل من أجل تبيين أن ما عصابة يجب علينا نستعمل حنا تاني وسائل مافياوية؟ الصور نظن اللي خرجت على سيدي موسى وهذاك لوجيني اللي صور سيدي موسى كانوا محضرين وعارفين باللي بالماضي لو كان يجي بالماضي اللي يوقف مع العصابة، هو الأول اللي راه يدبز مع العصابة، اللي قال لك هو اللي راه اللي كومبليس معاه. الفريق الوطني راه رايح لتونس ربما، لأن ما تخفاش عليكم باللي
اللاعبين تاعنا اللي غادي يلعبوا ربما السبت والاحد وربما حتى الاثنين دوك نتحقق غادي تجي افيك دي فاغ. اللاعبين كاين اللي غادي يحضروا الان، كاين اللي غادي يحضروا السبت في الليل الاحد في الليل باش يكتمل النصاب. لا كونفيرونس دو بريس، الندوه الصحفيه هي لايتي انولي، الندوه الصحفيه نا با ايتي ريبورتي اون تونيزي. معناتها الفريق الوطني راه رايح لتونس ربما يحضر ويكلو لو 5 تتناسب وتتوافق مع اليوم اللي عباقرة اللي راهم يدرسوا ملفات غادي ياخذوا للمرة الثانية الملفات باش يعاودوا كما قال لك نو زافون ايتيدي مينيسيوزمون، معناتها درسناها بدقة، درسوها بدقة بصح من بعد عاود ديبو الدوسي. تما ديك الدقة ما فهمناهاش، كل الناس تتكلم على رفض، وبالنسبة للفيدرالية اللي راهي تدافع على العشب الطبيعي وعلى جاهزية سيدي بوسا هي اللي راهي يدير لك العفو، ندير لك في الموقع تاعها باللي درسنا بدقة واعطيناهم وقت واحد اخر. انا نظن باللي كي واحد يدفع ملف قلت لكم يعاود يفوت في الطعون، قلت لكم دوك ندير لكم الجريده الرسميه تعرفوا باللي راهي مخلطه، راهي مخلطه ما فهمتش انا باللي النصوص واضحه، الجريده الرسميه واضحه. اذا قالوا لي الغاشي راهي يستعمل قانون، لان الاخر القانون الاخير ما دخلش في يعني ما دخلش في لي ستاتوي تاع لافاف، حتى واحد من القوانين حتى 209 ما دخلش في، حتى هو ما دخلش في لو ستاتوي تاع الفيدرالية. اذا علاش انتوما استعملتوا قانون اللي ما دخلش في ستاتوي والاخر ما تستعملوش لاخاطش ما دخلش في ستاتوي؟ قلت لكم الناس راهي باغي تفضل مرشح على مرشح، ما تستعملش قانون تاني لان يقصي الجميع ويقصي حتى من يدرس الملف، يقصي حتى من عين من يدرس الملف، يقصي تماما هيئة فيها 120 واحد. لذلك لم يستعمل القانون، وهذا هو التكييف اللي كنا ربما نديروه قبل ما نعينوا من سوف ينتخب ويطلع يده، من سوف يترشح، ومن سوف يدرس الملفات. احنا قدبناها من ديجا كاع ما قدبناهاش. الفريق الوطني هرب ربما من التنحرات اللي غادي تصرا في الجزائر في سيدي موسى. ما تنساوش بلي لا كونفيرونس دو بريس غادي تتناول ربما، وراني متاكد بلي غادي يكونوا صحفيين غادي يتكلموا ويسقسوا بالماضي على اي مرشح راه يساند، على يتكلموا مع اللاعبين ويقول لهم كيفاش راكم يعني التشويش واقحام الفريق الوطني والناخب الوطني في هذه الصراعات كان غادي يكون غادي يكون. وهذا ما يمنعش باش اللي راه مستكلف ب مركب سيدي موسى من الان روح قلنا المحاسبه، نحاسب الجميع، نحاسب سوء التسيير، نحاسب التزوير، نحاسب عدم تطبيق القوانين فيطبق عليك القانون. الفريق الوطني غادي يروح يحضر في طبرقه، لانه الاحداث والحاله تاع المسيرين تاع كره القدم الحاليين والناس اللي راهم جايين ما تنطبق عليهم لا قوانين والاخرين ما تنطبقش عليهم سير. الجزائر اللي بدات باول فيدراليه فيها انسان ربي يرحمه معوش، دكتور معوش، دكتوره في الطب، 61 سنه من بعد رانا عاد لا معليش بصح كاريزما، لا بصح عنده تجربه، لا بصح عنده مستوى جامعي داير الباك وضرب تحويسة نهار في جامعه. يعني نورمالمون 62 كي بدات بدكتور في 23
تكملها بدكاترة، تكملها كما قال لك ماشي مكتب فيدرالي، مكتب وزاري، تكملها ماشي ب أعضاء تاع جمعية عامة ما عندهمش مستوى تاع تالتة ثانوي، تكملها بأعضاء كما نقول لك من طراز عالي جدا في جميع المجالات، يعني تسير بلاد أجي. تدخل تدي الدكاترة، تدي الناس لي جوريس اللي يعرفوا القانون، تدي صحاب الماناجمنت، تدي صحاب مانيش عارف عندهم دكتوراه في الرياضة. ما نبقاوش حنا هذاك ما عندوش ديبلوم، وهذاك عنده مستوى سادسة، والاخر معاقب، والاخر مستقيل. هاد الصوالح ما راناش نهضروا عليها. حالة الرياضة الجزائرية، باش نتكلموا على الرياضة، هاي هكا خاطش الناس يتكلم لك، تقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل من المناسب في المكان المناسب، كيفية الاختيار هي اللي تدير لك الرجل المناسب في المكان المناسب. كيفية الاختيار كيتدخل فيها القانون، يجبرك انت كتطبق القانون اللي تسنو انت، تخليك انت بسيف يخرج شخص مناسب. على بالكم يا جماعة لو كان نطبقوا القوانين على الناس تاع لاجي، يخرجوا ربع مترشحين يكونوا قاع اللي يجيبلو قاع، على بالك يكونوا مرشحين في هذيك لاجي، كل واحد يدمر خوه، يدير هذا راه عنده بروجي في حاجه، الاخر عنده بروجي في حاجه، يعني تصرا اون سيرتان كونكورونس باش كل واحد يطور حاجه في كره القدم. واللي ما يفوتش كرئيس فيدراليه عنده حق في لاجي هذيك في التركيبه، باش هو تاني يبروبوز دي تروك. الناس تولي تنتخب على الأحسن، وتزيد تاخذ لي زيدي تاع اللي خسر. هذا هو الأشياء اللي وجوه جديدة قوى، يعني منظومة أخرى لي زيدي لي مورس اللي خص يتبدلوا، كل شيء اللي يتبدل. الفريق الوطني راه كرة القدم المحلية، وكرة القدم المحلية ما قدوش يطبقوا قانون باش يهيكلوا فيدرالية وهيئات، غادي يطبقوا قوانين على الفرق، ويطبقوا هاد الرؤساء كيطبق عليهم في الهيئة القوانين، يعني نقول لكم نطبقوا القوانين في ديك الهيئة ديجا لي ليغ ريجيونال وليغ دي ولاية. راكم شفتوا الناس راهي تقول صاحب تحفظ قال لك صادي عنده ستة، الاخر عنده منها، راك شايف اي سي دي بريزيدون دو ليغ، دي بريزيدون دو ليغ ما عندهمش قال لك مستوى دراسي. وشحال كاين بريزيدون دو ليغ في لاجي، شحال كاين بريزيدون دو ليغ ولا شحال كاين عضو مستقيل ما خدمش عنده عقوبه؟ عندما نطبق القانون بقاو زوج يدورو، دونك غادي تبقى ديسودر، تبدل قاع ديك الهيئه، يعاودوا يطلعوا ناس جداد. وكي غادي يطلعوا كاع بديبلومات، كي غادي يطلعوا كاع بافكار، يطلعوا كاع بان سيرتان كومبيتونس. هذه اللي تخليك انت كي تدرس ملفات ما تقعدش سيمانه وتزيد لهم سيمانه واحده اخرى، ما تاجلش سيمانه ومع تزيد لهم سيمانه واحده اخرى، تجي قال علي بون في ساعه يسون توس اليجيبل هيا، ويصراو دي فوت. مالغري الناس غادي يضربوا على مصالحهم، بصح في ثلاثة مصالحهم هي مصلحة كرة القدم ولا مصلحة الرياضة ولا مصلحة اللي تفيد الجزائر. إذن أنا نظن باللي ما يحدث الآن وهذا التناحر وهذيك، أولا ما راش رايح في مصلحة، ما كانش اللي يدير هكا راه باغي مصلحة الرياضة الجزائرية، غير ممكن اللي ما يطبقش قانون ماش باغي لمصلحة الجزائر، واللي يلفق واللي راه يتهم، واللي ما كي نقول لكم يتهم زور، اللي يزور حتى قيمة تاع الدبلوم جامعي، على بالكم تكذب. معناتها انت تدي بكالوريا تروح الجامعة نهار تولي عندك مستوى جامعي، مع العلم انا غادي نوريكم في الجديدة الرسمية بريزيدون دو ليغ ريجيونال، دونك سي لاماتور تالتة ثانوي، ولاية يقول لك
مستوى جامعي مع الشهادة اللي تبين شهادة اون اتيستاسيون دو ريسيت. ليسونس ماستر دكتوراه ما داروش غير هكا. ليسونس ماستر دكتوراه اللي طبق في الجزائر ايضا، انا كي قريت في التسعينات كانت لا ميتريز، كانت لا ليسونس لا ميتريز ابري تو باس لو دكتوراه. دروك راه ليسونس ماستر دكتوراه، يعني عندك ماستر 1 ماستر 2 دو ريشير، سا دي بول الشيء اللي تقوم به. دونك ما داروش ليسونس ان باك بلس 3، سو دير واحد اللي يقرا مانيش عارف انا يقرا ال يقرا ال يقرا ال مانيش عارف انا بيولوجي، راسي لا ليسونس ان بيولوجي، كون كي تدخل وتقرا يوم ما غاديش يسموك بيولوجيست، ما غاديش يقولك عندك مستوى تاع بيولوجيست، تولي عندك مستوى تاع الباك. سي سا طون نيفو ان فات، لو نيفو سي لو ديرني ديبلوم. لو ديرني ديبلوم في الثانويه هو البكالوريا، وكي تدي لا ليسونس تاعك لو ديرني ديبلوم هو تو اي ليسونسي اون بيولوجي، تو اي ليسونسي اون انفورماتيك، تو اي ليسونسي جو سي با او ماركتينغ الى اخره. ومن بعد كي دير لا ماستريزاسيون تو اي ماستريزي، عندك الماستر 1 ماستر 2 دو ريشيرش باغ اكزومبل، تروح دير يعني تو تو بروفيسيوناليز. هاي تلاقي كيما الطب لو جينيراليست ما عندوش، كي تقول انت طبيب خصك تعرف اسكو سي ان جينيراليست ولا انسان ما عاد زاد كمل ودار لا سبيسياليتي. وكلنا قرينا في الناس اللي قراو في الجامعه بكري لي ليسونس تاع بكري سيتي دي طون كوموند 2 اون، ومن بعد 2 اون سبيسياليتي لا ليسونس ايتي اون 4 اون. يعني في العام الاولى كيما نقولوا بيولوجيا تدرس مع لي جيولوج وجميع لي سبيسياليتي يقراو في رحبه، مي اون دوزيام اني واحد يروح جينيتيك، واحد يروح بيوشيمي، الاخر يروح ميكروبيولوجي، الاخر يروح بيوشيمي باغ اكزومبل فيجيتال، واحد يروح لا جينيتيك، والكاتريام اني انكور سي اون اوتر سبيسياليزاسيون. يعني تزيد تدقق في لا سبيسياليتي اللي رحت لها في تروازيام اني، اي ابري يا لو ماجستير. ومن بعد لو ماجستير كانوا يروحوا يديروا به الناس ماجستير، موراه يروحوا يديروا ان دكتوراه دو ريشيرش، وحنا اون جوست كالكي لو سيستيم اوروبيان ويك لي يونيتي اكسيتيرا. يا جماعه تعليقات راني نقراهم وراني نقبل الانتقادات، وفي الحقيقه الانتقادات ما كاش بزاف، وانا قابل الانتقاد كي تكون بسلوكيات الى اخرها. بصح السبان تكذب، على بالك الناس ما على بالهم لا بقانون، كي تقول لك لا قانون بعد ماشي ما بغيتوش، تسمى انا نقول انا درتو هذا القانون ماشي انا درتو القانون، ما تطبقاش على نص يا يعني ما تطبقاش كاع ونبقاو في لانارشي توتال، سينو سي تو لابليك تو لابليك على لاتر بحذافيره. قال الناس اللي يقول لك صادي بار اكزومبل عنده ديبلوم، هذا الراجل يقول لك عنده دا الباك في 99، من مازال نهضروا راني نقول لك على رئيس فيدراليه دا الباك في 99 وخدم ومعليش، وكان يقول لك نو ليكسبيريونس. يا جماعه يا جماعه لا يا جماعه، مدرب الان ولا ناخب في جميع انحاء العالم الدبلوم اللي اوبليغاتوار. كاين اللي يعرف زيدان الى اونتريني لي زيسبوار دو ريال مدريد بور بوفوار ريستي في لو بون تاع الريال، اي لا دو باسي سي ديبلوم، بورتون الا دار نتائج مع كاين شحال من مدربين في فرنسا. انا نقل عليه اونتونيتي كي بدا، هذاك باسكال دوبرا كي بدا، الان بيرين كي بدا، هادو كاع الناس بداو افيك دي يعني ديبلوم ماشي روكوني، سا دير دي بتي ديبلوم، يعني بديبلومات صغيره، ولكن كي تغيرت قوانين تاع الدول تاعهم سيتي اوبليجي تباسي. ماجر اللي رانا نقولوا ماجر فاقد الشيء لا يعطيه، راه في جوز دي ديبلوم تاعك باسكو ما قراش، باسكو بقى فاهم بقى ان غرون جوار وصاي حاجه اخرى ما عندوش، وهذيك الحاجه اخرى تروح تحوس عليها، هذوك تكتسب ما تتزادش فيك، ربما تتعلم افيك ليكسبيريونس، مي
La validation des acquis, c'est les diplômes. خوتي مسلم عليكم بزاف. دوك نتكلموا قلت لكم على الجريده الرسميه، ما على باليش لا اليوم ولا غدوه. نقارعوا التشكيله، راني نستنى التشكيله اليوم تخرج. كي تخرج التشكيله دوك نهضروا على التشكيله تاع الفريق الوطني، وغادي نتكلموا بطبيعه الحال في الفيديو الاخرى، غادي ندير لكم الجريده الرسميه، ربما دي غدوه، ربما اليوم، ربما يوم الاحد. مي غادي تكذبوا، والله لا تكذبوا، ورانا نديروا انتخابات رئاسه فيدراليه، وكاع الناس اللي راهم مشتركين في اللعبه حتى واحد ما داخل في القانون، ورانا نستعملوا القانون. دونك فاهم هذا اللي يغمضوا عينيهم ما فهمش. السلام عليكم بزاف، والى الفيديو المقبله. نتمنوا الخير، مالغريك سي ديفيسيل صعيبه، مي نتمنوا الخير، نتمنوا تتغير الاشياء.